بما أنك ذكرت التطورات الميدانية، هل من جديد تابعنا صور لكتائب القسام وهي تعلن عن استهداف آليات لجيش الاحتلال في المنطقة الجنوبية؟ ماذا علم المناطق الشمالية التي شهدت على مدار الساعات الماضية اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال والتي ما تزال تتوغل كما تابعنا الصور منذ قليل إلى قطاع غزة؟ الآن نحن نذهب إلى هذه ربما الخارطة المتعلقة بالأوضاع على الأرض من شمال قطاع غزة، نبدأها حيث هناك من أقصى شمال قطاع غزة في بلدة بيت حانون كان هناك سيطرة للاحتلال ويمنع حركة الناس فيها مع استمرار الأحزمة النارية في محيط المستشفى الأندونيسي وكذلك مستشفى العودة. لكن إذا انتقلنا من الشمال إلى مدينة غزة، نحن نتحدث عن اشتباكات تجري حالياً في قلب مدينة غزة بعد أن توغل جيش الاحتلال فيها من الغرب من منطقة مخيم الشاطئ وشارع الجامعات، وكذلك وصلت الدبابات حتى ساحة السرايا في قلب مدينة غزة مركز مدينة غزة، ويسيطر الاحتلال على شارعي الشهداء الرئيسي وشارع الرمال الرئيسي بطبيعة الحال، وتدور مواجهات الأعنف في محيط مستشفى الشفاء الذي يحاصر الاحتلال من جميع الجهات. أيضا وصلتنا عديد المناشدات سهام المتعلقة بمناطق قلب مدينة غزة، حيث في الأماكن التي يوجد بها آليات عسكرية إسرائيلية يوجد شهداء وجرحى في المنازل، والأهالي عاجزون عن الخروج والحركة ولا يستطيعون دفن الشهداء والتعامل مع الجرحى، وليس لديهم أيضا لا ماء ولا غذاء ولا وقود، مع أيضا الانتقال إلى محور آخر ثالث وهو محور جنوب غزة. وهنا نتحدث أنه لا يزال هذا المحور محور حي الزيتون ومحور جحر الديك تحت سيطرة جيش الاحتلال الذي يقطع مدينة غزة وشمالها عن الوسط والجنوب عبر شارع صلاح الدين، وهناك تتمركز آليات عسكرية إسرائيلية في منطقة جحر الديك وشرق حي الزيتون، ولا يوجد توغل، لم نرصد توغل باتجاه حي الشجاعية وحي الصبرة، لكن ما تزال طائرات الاحتلال تقصف بعنف وتستهدف المنازل في تلك الناحية. وأخيرا محور جنوب قطاع غزة، أحدث المعلومات من محور خان يونس جنوب القطاع هو البلاغ الذي توصلنا به من كتاب القسام الذي تحدثت عن استهداف بمضاد للدروع عدد من ومضاد للأفراد أيضا عدد من جنود الاحتلال في منطقة خزاعة، وما يزال الوضع كما هو عليه، لا يوجد توغل بري أو توسيع لعملية توغل بري مع استمرار الغارات الإسرائيلية، وأخرها ما حدث خلال الساعة الماضية باستشهاد نحو 13 فلسطينيا وإصابة آخرين في غارة على حي بالكامل، معظم من استشهدوا من عائلة النجار إلى الشرق من مدينة خان يونس. طبعا سهام، إذا كان هناك متسع يمكن أن يكون معنا أحد المواطنين ممن لديهم شهادات ما يحدث في مدينة غزة وعائلته موجودة هناك وانقطع بهم الاتصال. يعني مرحبا بك. منذ ساعات الصباح ونحن تصلنا مناشدات من أكثر من مكان في مدينة غزة، لكن السؤال الآن ماذا عنك؟ ما الذي يحدث مع عائلتك وأين هم بالضبط؟ أنا عائلتي بالأساس أنا سكان الوسطى المنطقة الشرقية، وديتهم على مخيم الشاطئ على أساس آمن، لأنه دائما المنطقة الشرقية منطقة اشتباك وشغلات زي هيك. أنا انقلبت الأمور، صار الضغط في الشاطئ، انتقلوا من الشاطئ على مستشفى الشفاء، انقصف الشفاء، راحوا على اليو أن دي بي. إلي ثلاثة أيام ما كانش في تواصل، اليوم تواصلت معهم. في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اللي هو مقر أمم متحدة. نعم، مقر الأمم المتحدة اليو أن دي بي. هو على بعد مسافة أمتار من الشفا. يمكن أبو 100-150 متر عن الشفا، مش بعيدين كثير. نعم، لما وصلوا هناك صار في تواصل. حاليا بيقولوا لي إلنا ثلاثة أيام ما في أكل، ما في شرب، مي عادية، لا للحمام ولا شو ولا أي نوع مي في موجود. زائد إنه في عندهم كان امبارح بالليل قصف وكان في شهداء وفي إصابات. وانا بتكلم معهم كان اخر اتصال يمكن على الساعه 10-10:30، كان في قصف بنفس اللحظه بس ما بعرف وين. نعم اليوم، بس وين بالضبط ما بعرف، بس في كان قصف يعني وانا بتكلم معهم، وانقطع الاتصال على هيك، ولحتى الان ما بعرف شو اللي صار. شو منشتي؟ ابنائي بموتوا. ايش منشتي يعني؟ ابنائي انه يروحوا ويجوا، انه لا الدباب موجود على الباب. طبعا هاي المنطقه الاحتلال قال انها المنطقه الشرقيه من المستشفى، قال انها مفتوحه، انت بتؤكد انه لا يوجد حركة والدبابات على الباب؟ أنا آخر اتصال كان بيني وبينهم إنه الدبابة موجودة على الباب، وآخر اتصال صار قصف وأنا بحكي معهم. حاولت تتوصل بصليب أحمر أو غيره؟ هم تواصل، أنا هنا ما في، هم تواصل مع الصليب الأحمر ومع هيئات الأمم المتحدة ومع كثير،
كل واحد بيتصلوا فيه بيقولوا انت منطقتكم مش امنه وما بنقدرش ندخل لكم، واللي هي كانت وجهت للصحافه. سؤال اخر، هل في موظفين دوليين موجودين معهم، امم متحده موجودين في داخل المكان، او مش متاكد؟ او والله صدفه مش متاكد، بس انا بعرف انه المكان كله مدنيين وكله اطفال، وانا اخر اتصال كان بيني وبينهم حكوا لي حرفيا انه الدبابات على الباب. عشان تطمن عليهم. اذا سهام، هذا المكان يوجد فيه مكتب مفوض السامي لحقوق الانسان، مكتب ممثل مفوض السامي لحقوق الانسان هنا في قطاع غزه، ومكتب عدد من يعني البرامج التابعة للأمم المتحدة، وهو في شارع واحد قريب جدا من الناحية الشرقية التي يقول الاحتلال أنها مفتوحة. نستمع إلى هذه المناشدة وغيرها من المناشدات التي ما تزال تصلنا تباعا. الناس يعني لم تستطع التعامل مع الوضع داخل هذه الأماكن. هؤلاء في مقر أمم المتحدة، فما بالنا بمن هم في المنازل، وعددهم كبير المنازل المحيطة. لجأوا إلى الصحافة بعض الصحفيين لأنهم لم يجدوا أي إمكانية للتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي من المنظمات الدولية، لأنه لا حركة. وما ذكرناه قبل قليل على الخارطة يؤكد هذا الرجل بأنه هذه المنطقة يوجد بها آليات عسكرية إسرائيلية على بعد أمتار قليلة من مجمع الشفاء من الناحية الشرقية، ولا تزال الأخبار مقطوعة عنهم، عن مصيرهم، إذا كان هناك أحياء، إذا كان هناك شهداء، وإحصائية هذه الأعداد. شكرا لك باسل خلف، حدثتنا من مستشفى شهداء الأقصى.